أهلا وسهلا، صباح الخير والمحبة والسعادة لكم ولجميع مشاهدي قناة الإخبارية، وبداية أسبوع يا رب حافلة يا رب بالنجاحات والعطاءات. نعم، برنامج يعني مشروع خيرات الباحة هو أحد المهرجانات التي قامت بها، يعني أقيمت هنا في منطقة الباحة، والتي تهتم أيضا بفئة المزارعين. ومنطقة الباحة كما تعلمون يعني هي منطقة أيضا زراعية، وأيضا المزارعين مروا بفترة ربما يعني مع جائحة كورونا أثرت ربما حتى على مردودهم من ناحية المبيعات، فجاء هذا المهرجان كخطوة تحفيزية ودعم لكل هؤلاء المزارعين، وقد أثبتت نجاحها فعلا في نسختها الأولى. سنستزيد أيضا ببعض التفاصيل مع ضيفنا المهندس فهد مفتاح، وهو مدير البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة. حياك الله مهندس فهد، وشكرا لك لقبول الدعوة، وصباحك سعيد. تفضل. صباح الخير مهندس أحمد، حياك الله، نصب عليك وعلى الزملاء في الاستوديو وأيضا المشاهدين في الاستوديو وخلف الشاشات. طبعا نجاح استثنائي ربما لمهرجان خيرات الباحة في نسخته الأولى، عن هذا المهرجان وأيضا عن الأرقام التي حققها هذا المهرجان بالتحديد. مهرجان خيرات الباحة لعام 1443 نجح نجاح استثنائي، حيث أن أول مرة مهرجان خيرات الباحة يقام بدعم وتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة حفظه الله، حيث بلغت عدد الزوار ما يقارب 170 ألف زائر، وعدد المبيعات وصل إلى 18 طن بالنسبة للمبيعات. أيضا بلغ لدينا، وهو الهدف كان يهدف إلى التسويق المنتجات الزراعية، كان يحوي على 50 ركن زراعي، تنوعت الزراعات سواء المنتجات الزراعية في الأركان لدينا، كانت منتجات عن التمور والزيت زيتون، أيضا عن الرمان، كذلك لبعض المنتجات الأخرى، المنتجات من قطاع التهامة، كانت أيضا البن الشدوي، أيضا المانجو، وكذلك لدينا الموز، لعدة أنواع معينة كانت موجودة. أيضا شاركت بعض الأركان الأسر المنتجة وكذلك الحرفية فيها، كما وجد مشترين. كانت أيضا المركز، كان يقام مركز بعد صلاة المغرب عن الزراعة وعن تقييم المزارعين عبر المختصين والفنيين لدينا. أيضا كانت تقام اللون الشعبية بعد صلاة العشاء عبر الشعار الكبار فيها، أيضا كان يحوي إلى ركنين، الركن لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، كان هذا الركن يحوي عن الدعم غير المسترد عبر برنامج ريف، أيضا الزراعة العضوية وكذلك الإرشاد الزراعي له. جميل. أيضا من ضمن المهرجانات المصاحبة لمهرجان خيرات الباحة في داخل المقر كان هناك مهرجان العسل بنسخته 13 بعد توقفه لمدة عام بسبب جائحة كورونا، عن هذا المهرجان تحديدا. مهرجان العسل فعلا قيم السنة هذه، وكان أيضا لمدة 15 يوم، أيضا كان فيه 90 ألف زائر خلال الفترة، كان يحوي على 19 ركن، تنوعت أنواع العسل في خلال الفترة هذه، وكان يتميز بالجودة العالية، الجودة اللي هي عن طريق جمعية النحالين. جمعية النحالين كان لا يدخل أي شيء إلى المهرجان إلا بعد الفحص والتأكد من جودة، مساهم في التسويق لنا فيه. للمشاهدين خلف الشاشات، هل هناك أيضا مهرجانات قادمة تتعلق خصوصا بمجال الزراعة في منطقة الباحة في القريب القادم؟ بإذن الله قريبا مهرجان الرمان إن شاء الله سوف يقام بحول الله تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود حفظه الله. شكرا جزيلا لك ولقبول الدعوة. العفو، يعطيك العافية، شكرا لك. نعم عبد الإله وسارة، أرقام جميلة جدا حققها مهرجان خيرات الباحة، قرابة الربع مليون زائر، أيضا مبيعات عالية، كان بالتزامن أيضا معه مهرجان العسل الذي حقق عائدات رائعة. أيضا نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع. الكلمة لكم. بإذن الله. شكرا جزيلا أحمد.